مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 2 مايو أصدرت وكالة بيج هيت ميوزك البيان التالي على ويفرز. مرحبا، هذه وكالة بيج هيت ميوزك، نود إطلاعكم على حالة الإجراءات القانونية المتخذة لحماية أعضاء بي تي أس من انتهاك حقوقهم. نود أن نوضح أن الإدعاءات الأخيرة المتعلقة بالاكتناز وانتحال المفاهيم والانتماءات إلى داهن وورلد أو أي طوائف دينية غير صحيحة تماما. وقررت وكالتنا أن الحركة الأخيرة التي تنشر الشائعات والمعلومات الكاذبة أصبحت مفرطة، وأعلنت في وقت سابق أنه سيتم الاستعانة بمكتب محاماة منفصل لمعالجة هذه الأمور بشكل حاسم. وبالتالي قمنا بتحديد وجمع العديد من المنشورات التي تحتوي على معلومات مضللة تهدف إلى التشهير بالفنانين والتشهير بهم، مقدم من الجولة الأولية من الشكوى الجنائية إلى وكالات إنفاذ القانون اليوم. يتضمن هذا التجميع المنشورات التي تم تحميلها بشكل منهجي تم حذفها، بالإضافة إلى مشاركة المؤلفين الذين حذفوا حساباتهم منذ ذلك الحين. وسوف نستمر في إجراءاتنا القانونية من خلال المراقبة المستمرة وجمع الأدلة. نحن نتمسك بسياسة عدم التسامح مطلقا مع تقديم شكوى مدنية وجنائية ضد الأفراد الذين يحاولون تشويه سمعة فنانينا من خلال نشر الأكاذيب المسيئة، ولن نقدم أي تساهل أو تسويات مما يضمن معاقبة الجنات بشكل مناسب دون استثناء. نتقدم بأعمق اعتذاراتنا لمحبي بي تي أس بسبب الضيق الذي مروا به في الأسابيع الأخيرة. نحن ملتزمون باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق فنانينا. شكرا لكم على حبكم ودعمكم الذي لا يتزعزع لبي تي أس. يرجى إرسال أي تقارير عن حالات الانتهاك المذكورة أعلاه إلى الخط القانوني الساخن لوكالة بيج هيت ميوزك على العنوان التالي product@bighitmusic.co.kr. شكرا لكم، وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيو إيغاسيو كومسامي دا.